تركت بوصية بعدها سبي لي فايت لاني اخر من بيشوفك عالقيت الحياة في الاول جولة في الصباح بعدها ما بتشوف نايت لما تكون ضدك البنت شوف طوق النجاة فزور قبل ناك ووسام قبل يتناك طريقي انا شغلة تحاول تعدل السياق طريقي كان ساد بعد تسي حالك ساد ولما تجيب لي وسام كذا انت عليه قواد كل من ذول ليش يجوب كل من ضد بجولة فاز متى فنان انت افنان طلع عيزك من المايك تبع اركب عليه يبنشوني وانا معرفهم بس عادي بيشوفوني قسم لهم فانت تبنش واللي معك يشيل اجل البريكنج ساد هذا الوقت من جولي يشيل تحرق بنتي يا وسام واثبت انك اخبر قحبه ما حددت وسامي فالكل بيطالع ببعضه اطلع برا هذه الجوله واللي معك تحاب تابع وتابع الوسام ما بيفوز الا بوسط وبحياتك ما في سعد لانك ضد الزور لو انت الفرق بهذه الجوله شايدكم ما في مجال اطلع برا هذه الجوله واللي معك تحاب تابع وتابع الوسام ما بيفوز الا بوسط وبحياتك ما في سعد لانك ضد الزور لو انت الفرق بهذه الجوله شايدكم ما في مجال اطلع برا هذه الجوله واللي معك تحاب تابع وتابع الوسام ما بيفوز الا بوسط وبحياتك ما في سعد لانك ضد الزور لو انت الفرق بهذه الجوله شايدكم ما في مجال وانت تبع لك من اسمك نصيب والمصير معروف انك تابع ذل ذليل والدليل ذليل لقروبك وبتحجيم ما في تحيز في التحكيم الا لو صورت تقيس وقتها في تشحيم يلا شلوا بلا يمهان اخر عمر واده كحبه او دبل وسام بلشاتكم علي معي ولا بتبلش النكات بس خذ كتات وسويها لو كمك حار وانا شايتك الى الغباء احرق بنتي وكل ضغطك من النهاية للآن الوان مخاوي الوان وجودة بالوسام بساتهم علي في المنصة اعلى من عدد الفوزات في العام الفوزان وفي الخاص اكبر قحبة وسام بتحط عزب بذا دليل اني نكتة زورك ما نزل معي لن ما يشوفكم مخصوم وجودك ما بيدوم الفوز لو مننا مخصوم انقاط انزل لنيوها وسمعني شكلك بس ملومك طالب تنزل فبحترم جهلة والمصمم الخنيف بالجولة يحرق بنش المهنة وانا مصمم الوفاء فاطلع برا يا قحبه اطلع برا هذه الجبلة هل تولي معك تحاب تابع وتابع الوسام ما بيفوز الا بوسط وبحياتك ما في سعد لانك ضد الزور لو انت الفرق بهذه الجبلة شايدكم ما في مجال اطلع برا هذه الجبلة هل تولي معك تحاب تابع وتابع الوسام ما بيفوز الا بوسط وبحياتك ما في سعد لانك ضد الزور لو انت الفرق بهذه الجبلة شايدكم ما في مجال يا ساتر يا نازل ربي حمير لذا الضرب بدون تشفير الضربة حرة البنش لا إرادي بدون تفكير ما توصل للتكفير يهودي بوذي وتنصير في منك نسخ كثير فحسميك زيروكس عبد ولا أفشل بس حشتريك اللعب أشكل منك ما في أقبح شكل باخر حرفين يا أهبل علمي كيف الكتابة يا بنت البار شوفي عندي ملكة في الراب وروض البار بحروفي وزي ما ألعب فيه ألعب فيكم بين كفوفي انتم الطشا في السين زي الدفي مزيد صوفي مكثر من جلة تلعب صار سعره حقك شيش عبده ما حتصير سيد حدك تصير درويش ازعجتنا بالسياحك ياخي يلعن ام الشغل اعطيتك قيمة يا رخيص فحتقول انا بغلى شد حيلك هذا بيف مو بطولة تسعة لازم فرق النقاط تقريبا زي فتحتك سبعة فاهم فرق الثرى والثريا فرق الدجا والدجاج سيوف بني اميا قطع رقابك الحجاج مالك في الراب شاتل طب تسولف ليه لا تسولف اسم قرب دعارة في الايه من تحت ومن فوق يعرف حتما جي ودوره زور او زيروك زبي زي الشوكة في زورو زبي زي الشوكة في زورو تعالي الدادي ساقك اللي ساقك لي وساق بسقسقيها راح اجمل ادعماتك بس عندي اشوط فيها يا اهبل مالك 50-105 وراك كافي ما يحتاج نكمل من الان بقول لك ساقي الحكم دبل وسام وقيد لعب مكشوف يا سبك مالك اي اشكال اللعبة دايم قبوت ثالث جولة ولسه ما قلت اللي مين قفل على البيف بالجولة 152 قلوبك طاوة من برا دور الأسود مالك حلة بعد الجولة بترفع راية خضوط هارب من البيف هيا اسحب عدس وسب مهمك انت مامي مخنف ما بتكون دراجون اوف مربوط في كل بيف لما نفك جاي تفلل زب وسام جاب الفشلة خوية وقال عنه مخن نلعب فيك باصات والزور بتشوفه مهبل لاعب فيك مخلص فاكيد اقول اشكل كان وسامي بنت خوية قال عنه زب فكلمة تسبني يا حمار تثبت ان خويك بت ما بتسمل ضدي تالف ولو بترد بيوم كل ما عبيك بالضخفة بعبيك في اللون جاك الويل كل ما اسكت بتكون اسر انت كويل في المقام كل ما اضرب تنقصك هيا لا تنطق خلك صنم اديها قارث بيل لو اقول مين اقحبك اللون قالوا سي ماي نيم ما بتفوز لا محال ارديكم فعلا اشبال ورب الكعبة
اللعبة ما بتفوز لو هاني يصير رجال كاونت داون فيلا عد والحكم ما هو ابزور في الساحة انا اللي جيت بيت بسطولي ريتش هما بس كوبي بس دساب ثلاثة بيت عندهم الميجا عز فازت زد سياحة قلب الساحة في الماكشن جيب الفرد والبنش بيكون بومباكشن تبي تفوز هذه الجولة مستحيل انسى سألت وين عمك قال محور فرنسا ولما تقول بنموت قدامك هذا اغبى بنش لك ايه صح ممكن نموت بس من شدة الضحك جولة سهلة ضامن فيها ام الفوز كنت مستني رابرز والمنظم جاب لي هوز ثاني مرة بنفس الغلطة الحمار امتى بيتعلم حتى نتفشل منك قاعد تتكلم ضدي تتألم تعلم كيف تمشي على اللحن بدسي لفيت الكفن والجولة ما رسم دفن خصوم مقامات مواضي بس مختلفين بنوحد مقاماتهم ونعيد سؤالي جدك مين عديم غيرة كل اصحابه سبوا اهله وقت تنزيل دسه يثبت لنا جهله لما تقول نسخة من فيكتور تثبت اني لقوة انت تقلل دسد بس طلعت لبوة قبل ما نكون رابر انا كاتب وشاعر بيتمرن عالدليفري ومش حيوصل مشاعر كيف تبنش مش وسام هو يغني احسن منك انت رابر ونا